قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شملت 6 مصانع مختلفة بالمنطقة. وأضاف مدبولي أن الجولة تضمنت تفقد مصنع الحديد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، لافتا إلى استعراض التوسعات المستقبلية مع مسؤولي الشركة. يمكن إحنا زورنا النهاردة 6 مصانع مختلفة جوه المنطقة الصناعية، بتبدأ من مستوى الصناعات الثقيلة اللي هو مصنع الحديد اللي احنا شفناه واللي بيعتبر يمكن بينتج او اكبر مصنع على مستوى الشرق الاوسط في طاقاته الانتاجية بطاقة تتجاوز 6.2 مليون طن سنويا، ده اكبر مصنع على مستوى منطقة الدول العربية والشرق الاوسط. والاهم ان هذا المصنع كان بيعرض علينا توسعاته كمان اللي هتحصل في خلال 2-3 سنين اللي جاية عشان يضيف طاقات انتاجية كبيرة جدا وينوع المنتجات اللي هتطلع عشان تخدم الصناعة المصرية وكمان يخدم التصدير. حضراتكم المصنع اللي احنا كنا فيه طبعا صباحا ده بيصدر بحوالي 1.5 مليار دولار سنويا النهاردة في طاقاته. انتقلنا بعديها لنوعيات اخرى من الصناعة وصناعات برضو الدولة المصرية محتاجاها، صناعات متوسطة وصناعات صغيرة.